السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغة سكراتش هي لغة برمجة مرئية، مش بتكتب كود، انت مجرد بس بتسحب بلوكات. يعني مثلا ممكن تقول له انا عايز لما يحصل حاجة معينة تبدأ تتحرك مثلا بالشكل دوت. فالواحد بيبدأ يتعلم البرمجة من غير ما يلزم نفسه بلغة معينة او يكتب كود معين، وتفاجأ ان انت نسيت سيميكولن لو انت بتكتب مثلا بلغة سي او سي شارب، او نسيت مثلا مسافة في بعض اللغات فتلاقي نفسك اتعطلت. ففكرة ان انت تتعلم فكرة البرمجة، وحتى لو مش هتش مبرمج، لكن ده بيخلي التفكير بتاعك منظم. طيب دي اول حاجة خالص اللي هي السكراتش، دي تبع جامعة الـ MIT، لذلك هتلاقي كده scratch.mit.edu educational، فممتازة جدا. تمام، الناس بقى خدت الفكرة وبدأت تزود عليها، كل واحد بيزود حاجة معينة عليها. يعني على سبيل المثال مثلا هنا بدأ يضيف لي بعض الأدوات الإضافية، بحيث إن أنا أقدر أزود extensions زي ما أنا عايز. مثلا machine learning for kids، بقى عندي التعلم الآلي موجود جوه البرمجة بتاعتي، فدي حاجة ممتازة جدا. في حاجة خاصة مثلا بالويزر، في حاجة خاصة بالميوزك، ممكن تضيف من الجيت هاب، وده مخزن لبرمجات كتيرة اوبن سورس، فانت كده عندك المجال بقى مفتوح، مبقاش مقيد بحاجة معينة. ودي من ضمن المواقع القوي جدا اسمه ايدي بلوكس، ده برضو موقع تاني. سناب برضو حاطط بعض الحاجات الاضافية، بحيث ان انت تتعلم بعض الحاجات اللي ممكن ما تكونش موجودة في سكراتش. تمام، هتقول له انه ممكن تقول له حتى اكسبلور، وتبدا تشوف البرمجيات بتمشي ازاي. مايكروسوفت طبعا عامله حاجات كتيره مختلفه، والميزه ان هي عامله حاجات مثلا زي الماينكرافت، فتلاقي الاطفال بتحب حاجه زي كده. عامل حاجه اسمها مرتبطه بالمايكرو بت. تمام، المايكرو بت ده كان فكره عاملاها وزاره التعليم في بريطانيا، انها بتوزع تشيبات صغيره على كل الطلاب ما عندها في النظام التعليمي عشان يتعلموا الفكرة، وكان سعرها رخيص. يعني تقدر تقول له ستارت كود وتبدأ تبرمج، هوريك فكرة عنها، وكنا شرحنا الفكرة. ودي برضو ألعاب، فالطفل بيبدأ يتعلم من خلال الألعاب. دول أمثلة، لكن في حاجات كتيرة جدا مايكروسوفت عاملها. طيب ده مثلا على سبيل المثال أهو، هتبدأ تتعلم بقى توصيلات معينة، ان انت تفهم التوصيلات الكهربائيه عامله ازاي، النايت لايت عامله ازاي، فبتخلي الطفل يدخل ويتعلم حاجات كتيره باشكال جميله جدا. ده مثلا مشروع من ضمن المشروعات، وطبعا جايب لك الفيديو عشان تشوف الشرح وتبدا ان انت تطبق باسلوب سهل جدا بسيط. طيب في برضو الليجو. تمام، خلينا مثلا نقول له نيو بروجكت، فبيبدأ يفتح لك، وتبقى الفكرة كلها عبارة عن بلوكات. لكن ميزة الموقع هنا ان هو بيديني شفرة الكود دي لو انا كتبتها بالجافا سكريبت. الجافا سكريبت دي لغة بتتكتب لصفحات الانترنت، وكانت فترة يعني ضعيفة، لكن دلوقتي اصبحت قوية جدا وبتستخدم في مجالات كتيرة جدا ومختلفة. فلما اما تكتب انت الكود تحس تضرب على جافا سكريبت، او تعمل بلوك وبعد كده تشوف الجافا سكريبت هتبقى عامله ازاي. هتلاقي عندك هنا مثلا لو في سنسور، تمام، لو في مكعبات بريكس، او في مثلا عايز تعمل لوب لما يبدا يعمل حاجه معينه. تمام، طبعا لا اما دي لا اما دي، وممكن تحملها. طيب عندنا برضو هنا مشروع اخر، كلهم زي ما انت شايف هتقدر تفهم فكرة. لو انا عندي لوحة مثلا زي كده، ازاي ان انا ابدأ ان انا ابرمجها. حاجات زي كده دي بتبقى ممتازة جدا، ان الواحد يبدأ يتعلم من غير ما يبقى مرتبط بأكواد ومرتبط بحاجات صعبة. فدي ممتازة ان الاطفال نفسهم يبدأوا يتعلموا وباسلوب سهل جدا وبسيط، ومفيش حاجة معقدة. ده برضو ميك كود العاب كتيرة، هي تقدر تعمل العاب ذكية
وكل حاجة بسيطة، مجرد ان هو بيوصل ويفكر بس. المهم ان هو ايه، يفكر تفكير منطقي، يقدر يعمل العاب ويقدر ان هو يتحكم. يعني في تولز مثلا موجودة خاصة بالالعاب، ان هو مثلا يعمل ابديت كل قد ايه، كل مثلا 5 ثواني يبدأ ان هو يعمل مثلا تشيك وحاجات زي كده. ودي شكل اللعبة، بحيث مثلا لما هيدوس هنا او دوس هنا اللي يحصل في اللعبة ده. برضو ميك كود تقدر برضو تتعلم هنا، بديك حاجات مثلا كليب لايت، يعني انا عايز اعمل زي شيب، او عايز اعمل بورد مثلا، اول ما اسقف اللمبة تنور، فهو يبدأ يوريك كود بحيث ان انت تتعلم البرمجة بتاعتها عاملة ازاي.